أخبار اليوم. 5 نوفمبر اليوم العالمي لتجلط الدم. النهارده كان لنا لقاء في المؤتمر اللي بتقيمه الجمعيه المصريه لتجلط الدم. معانا الاستاذه الدكتوره نيفين قاسم رئيسه الجمعيه المصريه لتجلط الدم ورئيسه المؤتمر النهارده. مرحب بيكي بقوة اخبار اليوم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي دكتور. في البدايه احنا عايزين حضرتك تعرفينا في نبذه سريعه كده ايه هو تجلط الدم. تجلط الدم زي ما اسم بيقول ان الدم يتجلط، مفروض ان الدم يبقى ماشي في الشرايين وفي العروق. طبعا لو الدم اتجلط هيعمل يعني اعراض فظيعه، يعني اذا كان في شريان او في فيسل. فاحنا معنيين النهارده ان احنا ازاي نمنع الجلطات علشان الأمراض اللي بتطلع منها، وخصوصا لو عرفتي إن 1 من كل 4 تنفار في العالم بيموت بسبب جلطات، وإن الناس اللي بتموت بسبب جلطات أكتر من الناس اللي بتموت بسبب الإيدز أو الكانسر أو حوادث الطرق مجتمعين. فالمشكلة مشكلة كبيرة جدا، عشان كده منظمة الصحة العالمية قالت إنها لازم تعمل سنويا مؤتمر لتوعية الناس من الجلطات، وخصوصا إنها حاجة نقدر نمنعها، مش حاجة يعني بتيجي كده. في أغلبية الوقت لها طرق إن احنا نمنعها، فبالتالي هنقلل نسبة الوفيات. ولو تعرفي إن بلد زي أمريكا في 1600 واحد يوميا بيموت بسبب الجلطات وأعراض. طب دكتور احنا عايزين بس في البداية نعرف ايه هم اكثر الاشخاص عرضة لتجلط الدم؟ لا، هي اكتر الناس عرضة، مش مفيش اكتر الناس عرضة، لكن في حاجات ممكن تحصل لواحد طبيعي جدا تخليه يبقى عرضة انه يحصل له جلطة. اهم حاجة ان، وده هدفنا في المؤتمر النهاردة، ان الناس اللي بتخش المستشفيات 60% من الجلطات بتحصل للناس اللي بتخش المستشفى. بتخش المستشفى لسبب عادي جدا، لكن في حاجات بتحصل لازم ياخدوا بالها منها لان هتسبب له الجلطات. بمعنى ان لو اتحط في جبيرة لفترة طويلة جدا من غير ما يحرك رجله هيحصل له جلطة. في عمليات معروفة إنها بتسبب جلطات أكتر من عمليات تانية، بالذات عمليات العظام، سواء تغيير مفاصل أو كسور تركيب مسامير وحاجات كده. الناس دي بتبقى عرضة قوي إنها تجيلها جلطات أكتر من ناس تانية. دكتور نيفين حضرتك تقولي يعني مثلا أنا شخص عادي إزاي أكتشف إن عندي أعراض بتتشابه معايا ان انا ممكن تكون دي اعراض تجلط دم او جلطه، ازاي اعرف دوت وازاي الحق مثلا في اقرب وقت عقبال ما اوصل لاقرب مستشفى؟ ما احنا برضو من هدف المؤتمر ان احنا نوعي الناس انها لما تحس باي اعراض من اعراض الجلطه او بالذات الجلطه اللي في الرئه انها لازم تروح للدكتور على طول. من اشهر اعراض الجلطه اللي في الرجل ان الرجل تورم وتحمر، ولو حطت ايدها الايد عليها تبقى سخنه. فبليز اي حد يجي له عرض زي كده وفي رجل واحده مش في رجلتين ما يقولش ده انا اتخبطت ومش دريان، ده انا عملت مجهود رياضي شويه والعضله اتمزقت. لازم يروح يستشير دكتور، والدكتور بحاجه اسمها دوبلكس كده في منتهى السهوله يقدر يعرف دي جلطه ولا مش جلطه. الناس اللي بيجي لها جلطه في الرئه بيجي لها كحة، بيجي لها ضيق في التنفس، بيجي لها تتعب بسرعة في أي مجهود. فبرضو لو من غير أي برد أو كده حد حس بالأعراض دي لازم يروح يستشير الدكتور.